تعال نكمل بقى كده ايه اخر حاجه عشان نبقى خلصنا موضوع الماونتنج، اللي هو ازاي اخلي السيستم اوتوماتيك يماونت ها الديفايسز بتاعتي كل مره يعمل بوت فيها، تمام كده، او كل مره يعمل ريبوت فيها. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ مبدئيا يا سيدي عندنا ملف، انا قلت لك قبل ما ناخد بريك ان اي حاجه عايزه تثبت لازم تسيفها في كونفيجريشن فايل، لازم تسيف اللي انت عملته، ماشي. طيب اسيف الكلام ده ازاي يا سيدي؟ الموضوع بسيط جدا. عندنا فاكر لما قلت لك عندنا ملفات كونفيجريشن، ها، وملفات الكونفيجريشن موجوده في اي تي سي، فعندنا في ملف اي تي سي كده اسمه اي تي سي اف اس تاب او اف ستاب. اف اس تاب معناها فايل سيستم تيبل، الجدول اللي فيه الفايل سيستمز اللي هيتعمل لها ماونت لما الجهاز يعمل ريبوت، خلاص، او لما الجهاز يبدا، ماشي، بكل بساطه. طيب السنتاكس بتاع الاف ستاب ده بسيط جدا، مفيش فيه اي اختراع. اول حاجه الديفايس نفسها اللي عايز تعمل لها ماونت، وبعد كده عايز تعمل لها ماونت فين، الماونت بوينت، خلاص. بعد كده الديفايس تايب ايه، هل هي EXT4 EXT3 NTFS FAT ولا ايه بالظبط. بعد كده ها الماونت اوبشنز، بعد كده الدامب اوردر، وتعالى نقلل المساحة هنا كده، والاخيره خالص فايل سيستم تشيك اوردر. طيب ايه ده بقى يا سيدي؟ تعال اديك كده مثال وانت هتلاقي نفسك فهمت لوحدك. الديفايس زي ديف اس دي اي 5 مثلا، ولا اس دي بي 5، دي الديفايس. الماونت بوينت، خلي بالك في مسافه هنا، الماونت بوينت بتاعتها مثلا في سلاش ميديا. التايب بتاعها اهو، ادي الديفايس وادي الماونت بوينت وادي التايب بتاعها، وليكن EXT4. الماونت اوبشنز زي انا عايز اعمل لها ماونت ريد رايت، او ممكن اعمل لها ماونت ريد اونلي، خلاص، او ممكن اعمل لها ماونت باوبشن اسمه نو اكزيك، او باوبشن اسمه اكزيك، وهنتكلم على الاوبشن دي بالتفصيل، ممل كده كل ما نتقدم في الكورس. الدامب اوردر، وعندك valid values من صفر لحد تسعة، والفايل سيستم تشيك اوردر من صفر لتسعة برضو، خلاص. خلي دول كده لاخر حاجه خالص، بس تعالى ايش دول، دي الديفايس وعارفينها، البارتيشن نفسه اللي هتعمل له ماونت. ميديا ها هتعمل لها ماونت فين، عايز تخليها اكسب من اني دايركتوري عندك. طيب التايب بتاعها، نوع الفايل سيستم، ممتاز جدا. طب الماونت اوبشنز، ها ممكن اقول له انا عايز اعمل ماونت للديفايس دي ريد رايت، او عايز اعمل لها ريد اونلي، او ممكن اعمل لها اوبشن نو اكزيك، او اوبشن زي اكزيك. عارف نو اكزيك يعني ايه؟ يعني ما تنفذش اي باينري او اي سكريبت من ها من الماونت بوينت اللي انت هتعملها ديت، او من الديفايس اللي هتعمل لها ماونت في الماونت بوينت ديت، خلاص كده. طب اكزيك باي ديفولت، اصلا باي ديفولت ها بيسمح لك ان انت تاكسكيوت اي باينري او اي سكريبت ها من اي ماونت بوينت، بس انا ممكن اقول له لما تعمل ماونت للديفايس اللي اسمها اس دي بي 5 دي، مش عايز اي باينري يتنفذ منها، خلاص كده. طيب بعد كده الدامب اوردر، الدامب اوردر ايه موضوع الدامب اوردر ده والفايل سيستم تشيك اوردر؟ تعال اول اقول لك الفايل سيستم تشيك، وبعد كده هكلمك على الدامب، خلاص. الفايل سيستم تشيك اوردر بكل بساطه، حد فيكم جرب قبل كده ايام ويندوز اكس بي لما كان المكنه بتاعته لو
لو حد شد الفيشه كده عن المكنه وجه شغلها تاني كان بيطلع يساله يقول له ها ان انت لازم تشيك البارتيشن الدي بتاعك ولا السي ولا الاي ولا ايا كان، وبعد كده يقعد يتشيك كده شويه وبعد كده يعدي. ها فاكرين الايام دي؟ هو نفس الكلام دون نفس الحكايه. انا ممكن السيستم بتاعي لو حصل ها امبروبر شات داون او فورد شات داون يحتاج يعمل فايل سيستم تشيك. خلاص كده. طيب السؤال، لو عندك اكتر من بارتيشن، لو عندك اكتر من بارتيشن هيعمل تشيك لانهي واحد فيهم الاول؟ للبارتيشن اس دي اي واحد ولا اس دي بي واحد ولا اس دي سي واحد ولا ايه بالظبط؟ فالفايل سيستم تشيك اوردر ممكن تستخدمها عشان ايه؟ ها عشان تقول له انا عايز مين او انهي بارتيشن يتعمل له تشيك الاول. طيب الفاليد فاليوز من 0 ل 9، طيب صفر معناها ايه؟ صفر معناها ما تعملش تشيك وريح دماغك خالص، مفيش اي تشيك هيحصل. طب من 1 ل 9، من 1 ل 9 هو الترتيب بتاع التشيكينج. خلاص، من 1 هيبقى اول بارتيشن هيتعمل له تشيك، 2 تاني بارتيشن، 3 هيبقى تالت بارتيشن، طيب وهكذا لحد 9. طب افرض 2 بارتيشن ليهم نفس الفايل سيستم تشيك اوردر، يعني عندي اس دي اي 1 واس دي بي 1 قيمتهم ب5، قيمة الفايل سيستم تشيك بتاعهم ب5، هقول لك ساعتها اللي هيمشي او مين اللي هيتعمله تشيك الاول على حسب ترتيبه في الملف امتى. يعني لو هنا كان بيقول لك الديفايس اللي اسمها اس دي بي 5 وهنا اس دي اي 5، هنا الفايل سيستم تشيك 5 وهنا الفايل سيستم تشيك 5، ها هيعمل انهي واحد فيهم الاول؟ والله اللي ظهر الاول عنده في الملف. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب الاخيره بقى ها الدمب اوردر. والدمب اوردر دي لازمتها ايه؟ الدمب اوردر دي كلمه دمب اصلا كانوا بيستخدموها وما زالت بتستخدم برضو عشان تحقق لك معنى كلمه باك اب في ايام زمان، وعلى فكره لسه في ناس بتستخدمها دلوقتي بس قليل جدا، قلت جدا. موضوع الدمب ده بسيط جدا، ان ممكن افكونفيجر، انا ممكن اكونفيجر السيستم ان هو ياخد لي باك اب او ياخد دمب من البارتيشن دون عندي والجهاز بيبوت. خلاص. طيب بالمناسبه نفس طريقه القيم، لو قلت له صفر معناها انا مش عايز اخد اي دمب. خلاص. طيب بقيه القيم من 1 ل 9، من 1 ها هو اول واحد هيتعمل له دمب، طب 2 تاني واحد هيتعمل له دمب، طب 3 تالت واحد هيتعمل له دمب، وهكذا لحد 9. خلاص. يبقى نفس الشروط بتاع الفايل سيستم تشيك تنطبق على الدمب. فايل سيستم تشيك عشان يتاكد ان الفايل سيستم مظبوط وما فيش فيه اي مشاكل، الدمب عشان ايه؟ يدمب الفايل سيستم ده. طيب والدمب ده ايام زمان لما كان بيستخدم، حتى ما زال النهارده لما بيستخدم، بيستخدم عشان تدمب على تيبس. ماشي، ان شاء الله هنناقش الدمب ده كمان، يعني كلها 3 4 ايام في الادمن ان شاء الله، واول ما يعني في نص الادمن هنتكلم على امرين، دمب وريستور. دمب عشان ادمب الفايل سيستم، وريستور عشان ريستور الفايل سيستم ده، هجيلها بالتفصيل الممل برضه. خلاص، هنجرب وهنعمل دمب وريستور ان شاء الله. تمام كده؟ حد عنده اي مشاكل؟ ها طيب كلام جميل. تعالى كده نجرب ناخد انتري ونتعامل معاها. تعالى ناخد انتري كده ونتعامل معاها. انا عايز يا سيدي كل مره اماونت الفايل سيستم بتاعي، او اسف كل مره بوت المكنه بتاعتي، اعمل ماونت للبارتيشن اللي اسمه اس دي بي 5، هعمل له ماونت في سلاش وورك. طيب هل انا عندي سلاش وورك دي؟ لا مش موجوده. طب انا ممكن اعمل كده ام كي داير سلاش وورك، وبعد كده هقول له نانو اي تي سي اف اس تاب، اهو شايف. هقول له المره دي انا عايز اعمل ماونت لمين يا عم؟ لديف اس دي بي 5. هعمل لها ماونت فين؟ في سلاش وورك اهو. نوع الفايل سيستم ايه؟ نوعه ايه؟ كان اي اكس تي 4. طيب الاوبشنز اللي معاه ممكن اقول له ريد رايت، ممكن اقول له كمان اكزك. بالمناسبه ممكن تريح خالص دماغك وتقول له ديفولت،
عارف ديفولتس بيعمل ايه؟ ديفولتس كانك كده كتبت له ريد رايت واكزك الاثنين مع بعض، دي الديفولت فاليو، دي الديفولت فاليو. فانت ممكن تقول له ديفولتس كده على طول او ها او ايه او تكتب له البرميشنز كل واحده لوحدها خلاص. فممكن تقول له كده ديفولتس وتريح راسك. بعد كده ايه؟ بعد كده الدمب اوردر، وبعد كده الفايل سيستم تشيك اوردر. ها صعبه؟ وضحت؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. بالمناسبه بالمناسبه الملف ده لو سبت مسافه كده او خدت تاب كده برضو نفس الحكايه، يعني لو خدت تابس او مسافه، مسافه او تاب الاثنين كفايه خلاص. يبقى الـ ATCF stab هو الملف اللي مسؤول عن ها ان لما الجهاز بتاعك يبدا يروح يعمل اوتو ماونت البارتيشنز محدده عندك خلاص كده. طيب تعال نكزت من الملف ده. اخر اتنين اوبشن، الاوبشن الاخير خالص ده بتاع الفايل سيستم تشيك خلاص. الجهاز بتاعك لو واحد عمل فورس شات داون، اخوك ماشي في البيت كده راح سحب الكابل برجليه وهو ماشي، ها عندك سيرفر في الداتا سنتر وهوب اليو بي اس راح فاصل والباور سورس راح فاصل، الجهاز ده لما يجي يبوت احتمال كبير يحصل داتا كوربشن، فيطلع كده يقول لك انا عايز اعمل تشيك للفايل سيستمز دي، انا مش قادر اعمل ماونت لازم اعمل فايل سيستم تشيك. طب لما يجي يعمل تشيك هيعمل تشيك ليهم كلهم ولا هيعمل تشيك لبارتيشنز محدده؟ طب لو عمل لبارتيشنز محدده هيرتبهم ازاي؟ مين اللي هيتعمل له تشيك الاول؟ هو ده كل وظيفته في الحياه. لو قلت له بصفر معناه مش عايز اي تشيك يحصل، لو قلت له من واحد لتسعه هيبدا يرتبهم بس. التاني عشان الضمب، والضمب ده قلت لك بكل بساطه اختصار لمصطلح الباك اب. نانو زي نوت باد كده بالظبط. ماشي كده. طيب كنترول اكس كده هسيف الكلام ده. ايوه هو. خلي بالك دايما بحذرك، بحذرك وانت شغال. ليه بقى؟ ان لو انت وانت بتكتب الملف، وانت بتكتب في الملف ده كده وهوب اتهبلت في دماغك ونسيت مشكله او نسيت حرف كده بالمنظر ده، ده في حد ذاته مشكله. لو جيت تعمل ريبوت هيقول لك استنى عندك انا مش قادر اكس الديفايس اللي اسمها اس دي 5 ديا. فخلي بالك وانت بتعدل الملف ده، خلي بالك وانت بتعدل الملف ده خلاص. ماشي. طيب عشان تريح دماغك وتحافظ على نفسك من المشاكل والاخطاء خلاص، بص كده، بص كده. كنترول اكس كده هسيف الكلام ده. بص انا عارف ان عندي غلطه في الملف، انا عارف، بس بص قبل ما تعمل ريبوت دايما دايما استخدم الامر ده ماونت داش ايه. عارف ماونت داش ايه ده هيعمل لك ايه؟ هيروح يعمل ريريد للملف ده واي حاجه موجوده فيه هيحاول يقول للكيرنل اعمل لها ماونت. طب لو طلع لك ايرور هيقول لك في مشكله عندك فين بالظبط اهو. شفت؟ قال لك ان الديفايس اللي اسمها ديف اس دي 5 دي مش اكزيست، مش موجوده. ماشي كده. طيب ارجع تاني للملف بقى وتعالى عدل كده وشوف ايه اللي هيحصل. كان اسمها اس دي بي 5، هسيف الكلام ده. ها اتعمل له ماونت. بص كده لو جيت اقول له دي اف داش اتش ده راح عمل لها ماونت كمان. بص بص اهو راح اوتوماتيك عمل لها ماونت. تعال اهو ام ماونت سلاش وورك دي اف داش اتش، مش ماونت ده هين، ماونت داش ايه بيعمل ايه؟ اوتوماتيك راح عمل ماونت للحاجه. يبقى ماونت داش ايه هيوفر عليك عناء، ان انت لو كنت عدلت الملف ده بس عندك غلطه هتعمل لها تشيك قبل ما تعمل ريبوت، عشان لو كان في غلطه وعملت ريبوت ها هتلبس نفسك.
ماشي كده؟ ها وضحت؟ حد عنده أي مشكلة؟ طيب كلام جميل، تعالى كده أوريك اللي أنا بقول لك عليه اللي هيحصل لو عندك غلطة. بص بقى، لو أنت جيت اتغبيت ورحت عامل الحركة دي، تعالى عدل الملف ده كده، وأنا هعمل غلطة متعمدا وهعمل ريبوت كده المرة دي. أنا عندي غلطة متعمدة أهو. بص هيحصل إيه عندك. هضغط كده الت ودي عشان يجيب لي ايه، بص ايه اللي حصل. بص a star job is running for device ها dev dash sd 5. بص ايه اللي حصل. واخد بالك ايه اللي حصل؟ شفت؟ طبعا هيديك تايم اوت لمده دقيقه و30 ثانيه. لو انت عندك ريل 6 فيما او ما قبله مش هيديك التايم اوت ده، وهتفضل واقف كده مستني ويقول لك دخل لي روت باسورد عشان ايه؟ تحل المشكله دي. في ريل 7 بدأ يبقى اذكى شويه ويديك تايم اوت، لو ما قدرش يعمل لها ماونت اوتوماتيك بيسكيب وبيكمل. بس ما تدخلش نفسك في الخازوق ده، دايما بعد ما تعدي الاي تي سي اف ستاب اتاكد ان السنتاكس بتاعه صح. تتاكد ازاي؟ استخدم ماونت داش ايه. خلاص كده خليك فاكر الحكايه دي. ماشي. يلا يا وحش انجز. بص ايه اللي حصل عندك. هوب عمل سكيب وبدأ يكمل، وهنا قال لك لا استنى عندك يا ريس، ها دخلك في حاجة اسمها المينتيننس مود، دخلك في حاجة اسمها المينتيننس مود. شايف؟ بص عمل ايه. طيب تعالى ادخل الروت باسورد كده، وهعدل الملف بتاعي نانو اي تي سي اف اس تاب اي تي سي اف ستاب اهو. انا الديفايس بتاعتي كان اسمها ايه؟ اس دي بي 5 كنترول اكس كده. هسيف الكلام ده اهو. تعالى كده اعمل ريبوت المره دي لما عدلت الملف. بص ايه اللي حصل. كل حاجة اشتغلت تمام. اهون اشتغل وزي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب بص لي كده كمان. طيب اقول لك على طريقة كمان حلوة قوي، هقول لك على حاجة كمان حلوة قوي. قبل ما اقولها بس يعني هوريك حاجة. نانو اي تي سي اف اس تاب المرة دي يا عم انا هعدل في الملف. تعالى كده هقول الاوبشن بتاعك، هقول له كده ريد رايت نو اكزيك اهو كنترول اكس اهو. هسيف بنفس الاسم ماونت داش ايه. هتطلع لي اي ايرور؟ لا، معناها السنتاكس مظبوط وهيقدر يعمل ماونت زي الحلاوه. وضحت؟ معناها السنتاكس بتاعي مظبوط وهيقدر يعمل ماونت زي الحلاوه من غير اي مشاكل. طيب كلام جميل، يبقى دايما خليك فاكر استخدم ماونت داش ايه. طيب بص لي كده نانو كده اي تي سي اف ستاب ده، تعالى ديليت الكلام ده كله. دي اف داش اتش وتعالى اماونت لديف اهي، معمول لها ماونت هنا اهي.
اس دي بي 5 دي اف داش اتش، اهي ما بقتش ماونت دهيا. طيب كلام جميل، بص لي كده، ممكن واحد فيكم يقول لي يا عم هو انا هقعد احفظ السنتاكس بتاع اي تي سي اف ستاب؟ ده سنتاكس غلس قوي يا جدع، ايه ده؟ وبعدين انا مش واخد عليه. طب اقول لك على طريقه احسن، اقول لك على طريقه احسن. بص ممكن تعمل كده، فاكر الامر بتاع ماونت، ماونت سلاش ديف، ها اس دي بي 5 حطها في سلاش وليكن في سلاش وورك. طب برضو ده فرق معايا في ايه؟ هقول لك بس استنى. بص اي فايل سيستم عندك بيتعمل له ماونت بتتحط نسخه تانية من الحاجات اللي معمول لها ماونت عندك، بتتحط نسخه من الحاجات اللي معمول لها ماونت في ملف اسمه etcmtab. mtab معناها الماونت تيبل او الماونتد فايل سيستم تيبل. بص كده، بص دايما لاخر سطر اهو، شايف؟ خد اخر سطر كده كوبي، هو ده نفس السنتاكس بالملي بتاع الاي تي سي اف ستاب، وروح افتح اي تي سي اف ستاب كده واعمل ايه؟ شوف مش هو ده السنتاكس بالظبط؟ ادي الديفايس وادي الماونت بوينت، وده ايه كمان؟ ها اي اكس تي 4، شايف؟ ده الفايل سيستم تايب. وبص ايه ده كمان؟ مش دي الاوبشنز؟ طب وده ايه؟ ها بص الدمب اوردر وبعد كده الفايل سيستم تشيك اوردر، شفت يا سيدي؟ مش هو ده نفس السنتاكس بتاع الاي تي سي اف ستاب؟ ممكن تعمل له سيف كده اهو دي اف داش اتش. طب لو جيت عملت ماونت ام ماونت كده لسلاش وورك وبعد كده ماونت داش ايه شغال، ها اتاكدت؟ اتاكدت؟ يبقى انت مش مطالب تحفظ السنتاكس بتاع الاي تي سي اف ستاب اطلاقا. عندك ملفين، واحد هو اللي بيتقرا لما الجهاز يبوت، وواحد بيرفلكت اللي معمول له ماونت دلوقتي. طب ما تستخدم ده عشان تعدل في التاني، خليك ذكي شويه بقى خلاص. طب انهي واحد فيهم في الحاجات اللي ماونت دلوقتي اسمه اي تي سي ام تاب؟ طب انهي واحد هيستخدم لما تيجي تعمل ريبوت اي تي سي اف ستاب؟ بس كده خلاص، شكرا. ها وضحت؟ حد عنده اي سؤال؟ يبقى تقدر بعد كده اي بارتيشن تخليه اوتو ماونت لما تعمل ريبوت. ها طب تقدر تعدل اف ستاب بايدك؟ طب تقدر تعدله عن طريق ان انت تجيب الانتري من ام تاب وتكتب جواها على طول وخلاص وتريح دماغك؟ ها طب تعرف تكالت بارتيشنز؟ طب تعرف تعمل لها فورمات؟ ها صعبه الحكايه دي؟ طيب ممتاز، تعال بقى ايه، احنا كده يعتبر خلصنا الماونتنج والبارتيشننج، نتعامل مع الفايل سيستمز، ازاي نتشيك الفايل سيستم، صح؟ اعتقد ان احنا كده يعني الموضوع بقى بالنسبه لنا كفايه. هقول لك بس على يوتيليتي كمان حلوه جدا، حلوه جدا جديده عندك. فاكر الاف ديسك؟ اف ديسك كده الاول. بالمناسبه قبل اي حاجه، قبل ما اعدل لك اي حاجه، لما تيجي ديليت ديفايس، لو عايز تعمل ديليت لبارتيشن، اتاكد ان البارتيشن ده مش موجود في الاف ستاب خلاص. يعني كده كانت اي تي سي اف ستاب. ها بص ايه اللي عندي، انا عندي اس دي بي 5 شايفه؟ طب انا عايز اديليته يا عم، يبقى لازم تروح للاف ستاب الاول كده، اعمل ايه؟ ها امسح البارتيشن ده، بعد كده ماونت داش ايه، بعد ما مسحته كل حاجه تمام؟ اه كل حاجه تمام. طيب ام ماونت ديف اس دي بي 5 بعد كده دي اف داش اتش اهو كل حاجه تمام. فاكر الاف ديسك؟ فاكر الاف ديسك كنت بتستخدمه عشان تعمل ايه؟ تتعامل مع البارتيشنز، صح؟ طيب تعمل كده كنترول سي. في عندك يوتيليتي حلوه جدا اسمها سي اف ديسك. سي اف ديسك وديها الديفايس سلاش ديف اس دي بي،
سي اف ديسك دي هتدلعك دلع السنين. بص كده، بص هتعرض لك كل حاجه زي ما هي، شايف؟ بيقول لك عندك واحد اسمه اس دي بي 5 وعندك اس دي بي 6، ده الليبل بتاعه كمان، بص اهو، وده السايز بتاعه 5 جيجا تقريبا، وده حوالي 10 جيجا، وبقيه الفري سبيس اهي، شايف؟ طيب تعال ديليت كل حاجه وابدا من الاول. هديليت كل الكلام ده وهدريت الكلام ده، تعال رايت الكلام ده، خلاص. تعال بقى نكريت نيو، اهو نيو، هختاره برايمري، وليكن يا سيدي مساحته هخليها 5000 بالميجا بايت من البداية. بص ايه اللي حصل، شفت السهولة والدلع؟ طب انا عايز اكريت نيو كمان، راح فين؟ اهو نيو، وهخلي لوجيكال، وليكن مساحته هخليها 10000 ميجا من البداية. بص ايه اللي حصل عندك، نيو كمان وهخلي لوجيكال وهيخلي مساحته وليكن، بص اوتوماتيك بيعمل ايه، بص اسامي بتاعتها اوتوماتيك عاملة ازاي، وهخلي بقية المساحة اهو. خلصت انا كده، هعمل رايت للكلام ده وفي الاخر يس، خلاص. ايه كمان ممكن بعد كده اعمل؟ كويت، خلاص ما تسيبها ان الوكيتد، ايه المشكلة يعني؟ اهو تعال اعمل ديليت لده واسيب بقية المساحة ان الوكيتد، اهو يا عم اهي، قال لك فري سبيس اهي، قال لك فري سبيس اهي، اه عمل اكسند اوتوماتيك ليك، ده دلعك يعني. اهو تعال اعمل كده ديليت للبارتيشن ده يا سيدي، وتعال اعمل رايت اهو كويت اف ديسك داش ال ديف اس دي بي كده. بص عمل ايه، راح عمل لك الاكستندد من غير ما تسال اساسا، شايف الدلع؟ يا اما انا عندي ديسك عايز اسيب مساحه في الاخر هبقى احط عليها داتا لما اعمل لها انستول، ها ده وسيله تستفيد بيها، عندك داتا بيز هيتعمل لها اوراكل، عندك فيندور من بره يجي يعمل لها انستول، بس قال لك جهز للسيرفر، فانت هتجهز السيرفر وهتسيب مساحه الاوراكل على جنب دلوقتي ساعه الانستوليشن، لما هو يبقى يجي يبقى كاريت ويعيش حياته مع نفسه. ده مثال من الامثله. هو انت فاكر في الشركات يعني انت بتعمل كل حاجه؟ يعني انت بتبقى ده سيستم ادمن وداتا بيز ادمن ونتورك ادمن وكل الكلام ده؟ لا، انت محتاج بس تكون عارف تشغل الدنيا بس، ماشي كده؟ فمن الطبيعي جدا لما يجي عندك مشروع كبير هيكون عندك داتا بيز ادمن، سيب له المساحه بتاعته على جنب وهو يعيش حياته مع نفسه. خلاص كده؟ شفت الدلع؟ بعد كده ممكن تيجي بقى تقول له mkfs.ext4 لديف scdb1 لا اس دي بي واحد مش اكستندد. سي اف ديسك كده، معلش، لا كيو كده ديف اس دي بي، ده ماله ده؟
بارت بروب كده ديف اس دي بي حد شايف ايه اللي حصل معانا؟ حد واخد باله ايه اللي حصل؟ ها عمال اقول لك من الصبح اوعى الديليت بارتيشن طالما ان هو يوزد. شفت ايه اللي حصل؟ عندنا بارتيشن معمول له ماونت، انا بذكائي الفتاك رحت رايح اعمل له ايه؟ ايه رايك في المثال ده؟ رحت عملت ديليت للبارتيشن وهو اصلا ماونتد. ينفع الكلام ده بذمتك؟ ينفع؟ شايف خازوق جامد جدا صح؟ شايف عامل ازاي؟ طيب المفروض تعمل ايه كده؟ اما ماونت لمين يا سيدي؟ سلاش وورك كده. بص لي كده عليه تاني. ها هل في حاجه من الديسك ده اللي اسمه اس دي بي ده كانت ماونتد قبل كده؟ لا. طيب هل ينفع اكتب ام كي اف اس دلوقتي؟ بارت بروب كده لديف اس دي بي، بعد كده ام كي اف اس. ها اشتغل اشتغل حلو. تاني تاني ايه اللي انا عملته؟ ارجع تاني ارجع تاني. اهو 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 فين يا سيدي فين؟ بص انا هنا عملت ايه؟ كان عندي اس دي بي ده موجود في الاف ستاب صح؟ شلته من الاف ستاب. حلو كده. بعد كده قعدت عملت بارتيشنز وعملت ليست لقيتهم اتكريت وكل حاجه تمام. جيت اكريت فايل سيستم، بص ايه اللي حصل؟ قال لي ايه يا عم ده مش عارف اكريت فايل سيستم. طب جيت اقول له بارت بروب، قال لي استنى عندك ده انا مش قادر اخلي الكيرنل يقرا البارتيشن تيبل من اول وجديد. طب بص كده لما جيت ابص هنا لقيت ايه اللي موجود؟ لقيت ان ديف اس دي بي 5 معمول له ماونت. بذمتك بالعقل بالعقل، ها ينفع كنت تابديت البارتيشن تيبل بتاع ديفايس وفيها؟ خلي بالك الابديت دلوقتي مش اي ابديت، ده انا مش مجرد بضيف بارتيشن، ده انا عملت ديليت للبارتيشنز كمان وكريت بارتيشنز على نفس السبيس بتاعتها. هل ينفع كنت ابديت البارتيشن تيبل في الحاله دي؟ اكيد اكيد ما كانش ينفع خلاص. فكان لازم الاول تعمل ايه؟ ها unmount، وبعد كده تقول للكيرنل اعمل ايه يا كيرنل؟ ها شوف البارتيشن تيبل الجديد عشان تقرا البارتيشن اللي اسمه اس دي بي 1 اللي انا لسه مكريته. بعد كده جيت اعمل له ام كي اف اس، ايه اللي حصل؟ اشتغل زي الحلاوه. طيب ام كي اف اس دوت اكس اف اس لديف اس دي بي 5. طب ماونت لديف اس دي بي 1 سلاش وورك. طب ماونت لديف اس دي بي 5 في سلاش ميديا. طب دي اف داش اتش شغالين؟ ها ايه رايك؟ يبقى حسك عينك حسك عينك، احذر لما تيجي تتعامل او لما تيجي تديليت بارتيشن اتاكد ان مش موجود في الاف ستاب واتاكد انه مش ماونتد دلوقتي. خلاص كده وضحت؟ طيب كلام جميل. حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟
ممتاز جدا. طيب لا مش لازم اول بارتيشن برايمري، مش لازم، ممكن تخليه اكستند عادي، يفضل يكون برايمري، يفضل بس. يعني دي السكيما اللي الناس كانت بتشتغل بيها، او الطريقه اللي الناس كانت بتشتغل بيها على مر السنين، لان كانت بتحط في الاول الاوبريتنج سيستم على اول بارتيشن، وبقيه البارتيشنز اللي ورا كانت بتحط عليها الداتا بس، لا اكتر ولا اقل. خلاص كده لسه ما كلمناش خالص عن البوت فايلز، لسه لما نيجي للريد والال في ام هكلمك في موضوع البوت فايلز، ما تدخلنيش في حاجه لسه مش هنجلها دلوقتي، لسه لها يومين بالظبط معانا او 3 ايام معانا، لسه لها يومين او 3 ايام معانا، فما نسبقش وما نضيعش وقت على الفاضي فيه. لا في التراك التاني مش في التراك الاول، جزء الترابل شوتينج وجزء الكيرنل كله في التراك التاني مش في التراك الاول. خلاص احنا على وشك ان احنا نخلص التراك الاول، ايه كلها يوم واحد او اتنين بالكتير قوي ونخلصه، فايه ما نشغلش نفسنا بحاجه مش بتاعتنا دلوقتي. طيب لحد كده اعتقد الماونتنج خد حقه وزياده وتلات ارباع كمان. نخش بقى في الموضوع اللي بعده، تعالوا نوقف الفيديو ونخش في الموضوع اللي بعده.